جرائم قتل واعتداءات. زوج يقتل زوجته. أخ يطعن شقيقته. جار يعتدي على جاره. أخبار أصبحت تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، ظاهرة تنتشر في المجتمع وقضايا تعج بها أروقة المحاكم. هناك أسباب عديدة، هناك أسباب مثلاً الزوج يقتل الزوجة تاعو من كثرة الغيرة، أو الزوج يقتل الزوجة تاعو لأنها يصيب عندها يعني مراسلات، ولا راهي كيما نقولوا حنا دايره ديزامي رجال في الفيسبوك، هذه نقطة اللي تخلي الزوج يقتل الزوجة تاعو. هناك كذلك مثلا كما هذه سمعناها في الاخيره، لان الاخ تاعها طعنها، هي سببها مواقع التواصل الاجتماعي. وسبب ثاني رئيسي مهم جدا هو الارث. راي القانونيين اننا نطالب باعاده تفعيل عقوبة الإعدام، لأن الدين الحنيف ينص على القصاص حتى تكون هناك يكون الردع للأشخاص. انفصام الشخصية وأمراض عقلية وإدمان وغيرها هي حجج بعض الجنات للإفلات من العقاب. قانونيين في المحاكم يقول لك هذاك الشخص اللي قتل شخص راه مختل عقليا. لا، هنا عندنا نقطتين. هناك حقيقة هناك أشخاص يكونوا مراد ولا مختلين عقليا، غائبة عنهم الإرادة والتوازن العقلي. هنا هذو الأشخاص إما حقيقة راهم مراد، وإما يدعيوا أنهم أمراض عقليا. هنا في الجنايات قاضي الحكم يجبر على القاتل أن يمر بخبرة. الخبرة ملزمة إجباريا على كل قاتل قام بقتل الشخص. يعرضوا هذاك الشخص، يعرضوه على طبيب يعني نفسي او طبيب عقلي، ويقول انه يدير التقرير. جرائم قتل مع سبق الاصرار والترصد، يروح ضحاياها اشخاصا ابرياء. حالات عديده شهدتها جلسات المحاكم الجنائيه عبر التراب الوطني تعكس خطر هذه الظاهره وانعكاسها على المجتمع، رغم سن قوانين ردعية للتصدي لها.